طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، واهلا بكم في صوت اليمن، وكل عام وانتم بخير. نحتفل اليوم بواحده من اهم ذكريات الفخر والعزه والكرامه في التاريخ العربي. لدينا اليوم احتفال من نوع خاص، تحقق فيه الامل الذي حلمت به الاجيال المتعاقبه وناضلت من اجله اليمن. اليوم نحتفي بالذكرى 31 للوحده اليمنيه. كلمه الوحده في حد ذاتها احتفال. كل من عاش فترة ما قبل 22 من مايو 90 يدرك أهمية أن يجتمع كل أبناء الوطن تحت مظلة واحدة بعد أن تسبب الاحتلال وأعوانه في تكريس الفرقة ووضع مسافات بين أبناء اليمن. تحدث عن الاستعمار البريطاني حتى باتت عادة الوحدة هي أمل وهدف من أهداف الثورتين اليمنيتين الخالدتين 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. في مثل هذا اليوم وقبل 31 عاما تمكن أبناء اليمن بعزم القيادة اليمنية في شطري اليمن آنذاك، القائد الوحدوي علي عبد الله صالح والأستاذ علي سالم البيض، من إعلان دولة الوحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية في اتفاق عدن التاريخي. في 22 من مايو تأسست هذه الجمهورية وفق دستور دولة الوحدة الذي استفتي عليه شعبيا، والذي وضع قواعد الحكم الديمقراطي وأسس للتعددية السياسية والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حرية الصحافة ومرجعية الشعب في التداول السلمي للسلطة، لتنطلق دولة الديمقراطية. الوحدة التي نحتفل بها اليوم في اليمن هي إنجاز عظيم يحسب للقيادات التاريخية التي لم تدخر أي جهد من أجل تحقيق الوحدة. تلك الوحدة التي تحققت باتفاق ما بين قيادة الحزب الاشتراكي اليمني في الشطر الجنوبي من الوطن مع شريكه المؤتمر الشعبي العام في شمال الوطن آنذاك، لصناعة هذا الحدث الهام الذي يفخر به أبناء الوطن العاشقون للوحدة الرافضون لكل مشاريع التجزئة والتمزق والانقسام من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. اليوم نحتفي بهذا الحدث الهام والأبرز الذي يعد من أهم العلامات الفارقة في اليمن، وانتصارا عظيما للإرادة الوطنية والشعبية، واستكمالا للأهداف المباركة للثورة اليمنية 16 سبتمبر و 14 أكتوبر المجيدتين اللتان أسقطتا النظام الإمامي الكهنوتي الرجعي المتخلف والاستعمار البريطاني البغيض. نحتفل بالوحدة المباركة والتي جاءت لتزيل فلسفة الجغرافيا العازلة والحدود الشطرية المصطنعة التي رسمتها الأحداث والظروف والتحولات السياسية والتي استمرت لعقود طويلة من التجزئة والانقسام بين الدولتين في الشمال والجنوب وبين أبناء المجتمع. اليوم ونحن نحتفل بالوحدة وما تم فيها، علينا أن نتذكر أن ما كان لها أن تستمر لولا أن كان هناك قيادة ماهرة وحكيمة عرفت كيف يجب أن تدار الأمور وكيف ومتى يتدخل وتتحرك وتزيل العقبات التي تهددها. مرت الوحدة بفترات صعبة جدا، لكن كان هناك قيادة واجهت كل الصعاب وعبرت بها ذلك الموج المظلم، خاصة وأنها كانت أيضا يعني كان هناك جهود ضخمة وحوارات سياسية انتهت إلى إنجاز الدولة التي حلم بها كل وطني شريف، وجعلتنا جميعا نستشعر بالفخر والشموخ ونجني ثمار التنمية ونرى المشروعات في كل ربوع الوطن. سنتحدث عن الوحدة، ما لها وما عليها في الظرف الراهن مع ضيوفي الكرام في الأستوديو، ولكن بعد هذا التقرير نتابع سويا. يحتفي اليمنيون بالذكرى 31 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، والتي رغم المخاطر التي تهددها إلا أنها راسخة في وجدان الشعب اليمني كقضية قومية. ففي 22 من مايو 1990 رفع الرئيس علي عبد الله صالح وأخوه علي سالم البيض علم اليمن الواحد خفاقا في عدن بحضور جمع كبير من المناضلين والمواطنين الذين ذرفوا الدموع فرحا بتحقيق الوحدة اليمنية المباركة.
لم يأتي ذلك اليوم التاريخي العظيم من فراغ، بل كان بفضل نضال وتضحيات الشعب اليمني الأبي وثورتيه سبتمبر وأكتوبر الخالدتين، وثمرة حراك دبلوماسي وسياسي قادته الإرادة السياسية والشعبية في شطري اليمن، والرغبة الصادقة لتوحيد لحمة بلد عانى من ويلات الصراع والاقتتال الداخلي. مناسبة تحل على اليمنيين وبلدهم يعاني من حرب مدمرة أهلكت الحرث والنسل ومزقت عرى الوطن، ورهن قرار اليمن السيادي على موائد المؤامرات والمساومات تتخطفه الأيادي العابثة، والذي تمثل الميليشيا الحوثية أخطر ما يهدد النسيج المجتمعي لليمن بشكل عام، فهي التي حولت اليمن من بلد للتعايش والمواطنة إلى كنتونات متناحرة تحاول في أجزاء منها فرض عقيدة خمينية مستوردة تفاقم من حدة الصراع، ما يشكل تهديدا كبيرا على هوية البلد ووحدته السياسية والشعبية والاجتماعية. وفي ظل هذه المخاطر فإن هذه الذكرى مناسبة كبيرة ليعود اليمنيون إلى جادة صوابهم وإعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبار، ومواصلة نهج يمن الجمهورية اليمنية القائم على ترسيخ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع دون أي اعتبار أو أفضلية إلهية أو كهنوتية لأي طرف. أهلا بكم مشاهدي الكرام، وسرني أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ محمد بالفخر الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ وضاح بن بريك عضو اللجنة دائما مؤتمر الشعب العام. أهلا وسهلا بكم. أبدأ معك أستاذ محمد، وانطباعات ما بعد 30 عام، بعد 31 عاما من عمر الوحدة اليمنية. هل الوحدة اليمنية لا زالت فتية؟ هل لا زالت قوية أم أنها تمر بمرحلة ضعف؟ بسم الله نبدأ. أولا طبعا الوحدة كما تفضلت أنت في المقدمة هي أمل كانت لكل، ليس للشعب اليمني بحسب ولكن للشعوب العربية بأكملها، أنها تعاشت هذه الشعوب التجزئة والتفرقة التي نعيش ما زلنا نعيشها إلى هذه اللحظة. سياسات مختلفة وأجندات مختلفة تماما دولة عن أخرى، فما بالك نحن ونحن في دولتين أصبحت تسمى الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية منذ 62 إلى 67. وهذا حلم كان عند كل الوطنيين وكل النخب السياسية والشعب أيضا، وفي منذ اللحظات الأولى كانت الوحدة هي هدف للثورتين في سبتمبر وفي أكتوبر أن تتحقق. ربما هناك مرت مراحل حالت دون تحقيق هذا الوحدة، وإن كان هناك فعلا القرار الأول كان في فترة في 1972، وكان أيضا بعد صراع، كان معركة حدودية في ذلك الوقت بين الشطرين توجت بعد ذلك بتوقيع اتفاقية الأولى للوحدة، وقعها الأخ علي ناصر محمد كان رئيس الوزراء في الجنوب، والأخ محسن العيني كان رئيس وزراء في الشمال، وتم تجديد هذا الاتفاق بلقاء الرئيسين عبد الرحمن الأرياني وسالم ربيع علي. لكن سبقها أول لقاء تم هو كان في فندق الأخوة عقب الاستقلال مباشرة في 67. هذه ربما المعلومات لأنه تمت في فندق الأخوة في تعز. لا هي الأساس، يعني الجبهة القومية والتي سلم لها الحكم في جنوب اليمن معظمها كانت موجودة في داخل تعز، يعني وتحركت من داخل تعز. وأول لقاءات هي عقدت في تعز لكن لم توثق بشكل رسمي، برغم أنه كان حسن مكي بطرفه. وحتى كان قحطان الشعبي ايضا كان وزيرا في حكومه الجمهوريه العربيه اليمنيه، ووزير لشؤون الوحده ايضا، يعني وهو من ابناء الجنوب وكان قيادي في الجبهه القوميه، او هو كان من يتولى قياده الجبهه القوميه. يعني الخطوات هي مبكره، هي توجت عام 90 يعني بعد مرحله من سمي صراعات بماشي كذا، لكن انما جاءت انفراج وأمل وانبلاج لهذا، أن انبلج هذا النور الساطع
وفعلا نحن انا اتحدث من ابناء حضرموت وابناء الجنوب فتره 67 الى عام 90 والبلد كانت تعيش وكان الاخ وضاح ايضا نفس من نفس البلاد يعني كانت البلاد تعيش صراعات داخل الفئه نفسها داخل الفئه الحاكمه داخل وناتج عن هذه الصراعات ايضا سموها تاخير مشاريع الحياه في المنطقه ابعاد الكثير من القوى السياسيه الى ان جاء فعلا الوحده هذه جاء انفراج للامه يعني كنا فعلا في ستار حديدي اذا كان هذا اللي شسمه كان هناك فعلا هذا كان هناك تعطش للوحده استاذ لا لا شك في ذلك تعطش من الجميع ربما كان الناس بحاجه الى الى الوحده يعني في تلك الفتره نعم اولا بدايه شكرا لكم للاستضافه و اكاد اتفق مع كل ما طرحه الاستاذ محمد بالفاخر حقيقه الوحده لم تكن وليده صحيح. لحظيه الوحده كانت تطلعات وامال شعب تبلورت من كثير من اللقاءات التي سبقت الاعلان وكانت هي يمكن نصب اعين الشعب اليمني ففعلا كانت الوحده اليمنيه هي مطلب جماهيري ومطلب وطني تبناه ثلة من الوطنيين في ثورة سبتمبر وفي ثورة أكتوبر وكان المفروض أن يعلن عن الوحدة عشية الاستقلال ولكن كما قلت أنت حصلت لقاءات ودخلنا في تقاطبات معينة ولكن ظل هذا الأمل هو المتنفس الذي يسعى إليه كل اليمنيين كان من أكثر الأهداف المقدسة لدى اليمنيين لا يفوتنا هنا أن نقول أنه بغض النظر عن كثير من الخلافات في مراحل معينة لكن كان الشعار الأول في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ونعمل على تحقيق الوحدة اليمنية يعني ظلت الوحدة حاضرة في وجدان كل الثوار إذن الوحدة هي ملك لكل شهداء ثورة 14 أكتوبر و ثورة 26 سبتمبر يعني نعم إذا ما حدث في عام 90 أو في 89 توقيع الاتفاقية هو كان توحيد للنظام السياسي أما الوحدة الشعبية والوطنية هي كانت موجودة سواء على مستوى يعني الداخل أو الخارج وكان هناك يعني تقارب كبير جدا فيما بين التكوينات حتى السياسية كل من كان لديه قضية كان يذهب إلى عدن مناوئ والإمام كانوا موجودين في عدن والهاربون من مشاكل الجنوب يذهبون إلى تعز وصنعاء وغيرها كانت الأمور كان هناك تعاضد فيما بين في الأدوار النضالية بالذات يعني كيف تفسر الفعل السياسي هل أسهم في يعني تعزيز الوحدة الشعبية والوطنية أم أنه الأخطاء غطت على الجوانب الإيجابية؟ أولا الوحدة مبدأ سامي لا تحسب عليها الأخطاء والممارسات الخاطئة الفردية أيا كانت وهذه ما سيحكمها التاريخ ولكن علينا في البداية أن ننطلق أن الوحدة أتت من منطلق وطني وضرورة وطنية في 22 من مايو هي تجسيد لتطلعات كبيرة جدا خاضها الشعب اليمني توجد في 22 من مايو ولن تكن وليدة لحظتها صحيح. أما بالنسبة للمجتمع اليمني فمن ما لا شك فيه هو مجتمع واحد هناك وحدة ثمت بين النظام السياسي الذي كان موجود في الشطر الشمالي في حينها وفي الشطر الجنوبي في حينها وتوجد في دولة واحدة هي دولة 22 من مايو كل ما حصل فيما بعد هي ممارسات خاطئة سينصفها التاريخ في لحظة معينة صحيح. اليوم نحن نستطيع أن نقول بكل فخر أنه في لحظة اتسمت فيها الحكمة اليمنية تحقق للشعب اليمني في 22 من مايو أكبر إرادة كان يطلع لها كثير من ما حصل فيما بعد هي ممارسات خاطئة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار يعني طيب لو توقفنا عند هذه النقطة وهي مهمة جدا لأنه ليس لدينا ما نخسره اليوم نحن نتحدث عن وحدة لابد أن نتشبث بها ونصحح إن كان هناك من أخطاء تحدثنا كثير عن الأخطاء الفردية لكن هناك من يضخم أستاذ محمد من يضخم هذه الأخطاء ويحاول أن يسبقها على نظام سياسي أو على جهة أو إلى آخر ذلك يعني كيف تقرأ هذه المواقف؟ حقيقة الأخطاء حصلت ابتداء يعني في منذ اللحظات الأولى
يعني هي الرغبة الشعبية الجارفة الموجودة كانت موجودة في في في, في لدى الشعب بأكمله، صحيح. كان يتطلع إليها. هناك أخطاء ربما في 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 تحديد الفتح إذا ذكرناها، طبعا هو حدث تاريخي، لكن يجب علينا أن نحدد يعني كقراءة تاريخية بالإمكان أن يكون أفضل مما كان لو أن هناك تم تجنيب بعض الهفوات التي ما تترك للآخرين أو تستغل للأجندات الأخرى كما هو حاصل الآن. يعني هناك من له أجندات أخرى رأى في الوحدة مثلا في لحظة من اللحظات أنها هضمت شيء من تطلعاته أو من إمكانياته التي ممكن أن يكون بها، وأنه لو كان بمفرده على سدة الحكم وخاصة بعد 90 بعد الوحدة بعد ظهور النفط ربما في موقع معين ممكن نكون أفضل لو بقي كما يتصور بعض القادة السياسيين أو التوجهات السياسية أن يكون نحن أفضل حالا من لو من هذا الاندماج الذي تم. وزين ذلك في لدى بعض الإعلاميين، أصبح واقع تكريس ممارسات معينة من طرف آخر، وأصبحت كأنها هي شماعة الأخطاء، ويتم توجيه الضوء والزوم عليها أن هذه سبب كل ما حصل لنا، هذا سبب الجهة الفلانية أو الشعب يعني من المنطقة الفلانية إلى غير ذلك. ونسوا الشعارات التي كانت موجودة سابقا والتي تم تربية الناس عليها كما تفضل الأستاذ وضاح، يعني كانت حتى في لحظة في صغرنا في المدارس لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسين وتحقيق الوحدة اليمنية، هذا الشعار يوميا كان يردد في من 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 طلاب المدارس من الطلاب من الروضة إلى 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 الثانوية. نعم. بعد هذا الجهود كله يأتي أن يأتي فريق آخر وينسف كل هذا الأمر وهو يحمل مشاريع أخرى لا تمت حقيقة. هو لو راجع نفسه بذاته يعني حتى من يتصدرون هذا المشهد يعني هم في نهاية المطاف يغالطون أنفسهم يعني بهذا المطاف كما حدث في 21 مايو 94 أنه هذه نعلن دولة كذا ثم سنسعى لتحقيق وحدة أخرى بطريقة ثانية. يعني هنا هذه هنا الأخطاء، هناك أخطاء لنظام سياسي معين أو لفريق معين كيف يتم معالجتها؟ طيب كيف نشخص هذه الأخطاء؟ هل هي أخطاء تتعلق بشكل الدولة؟ يعني هل ما يدور الحديث عنها الآن من أقاليم وعن يمن اتحادي هو ما كان يجب أن يتم في البداية؟ نعم، كان هذا يفترض أن يكون. يعني الآن في تدارك لهذا الأمر ما خرج به مؤتمر الحوار ومعظم يعني هو الطبيعي أن الناس يبدأوا في اتحاد أو كونفدرالية أو فدرالية، نعم، ثم يمضون إلى نحو الاندماجية. لكن حصل قطعت هذه المسافة. لكن هل ينفعنا الآن نحن نمشي بالعكس بعد 31 سنة؟ لا، ليس يعني الاندماج حصل تماما، لكن كيف تدارك أخطاء الاندماج؟ الاندماج نتج عنه مركزية شديدة، تسلط من فئة معينة أو حزب سياسي معين، وبعد ذلك حصل ما حصل. الآن بعد ما حدث الذي حدث، دعنا نكون صريحين أستاذ محمد، يعني اليوم البلد تمر بحالة ضعف. يعني هل تفتيت المفتت سيزيده قوة أو سيحافظ عليه؟ أبداً. يعني اليوم نتحدث عن أقاليم أستاذ وضاح. خلينا للأمانة في 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 هذه النقطة، أولاً الحدث الوحدة حدث تاريخي ونحن نجمع عليه ولا خلاف فيه. طريقة المحافظة على هذا الحدث، أولاً يكون بالانتصار إلى ذاتنا في هذه المعركة اللي نخوضها حالياً. نحن اليوم نتكلم عن الوحدة كإيمان مطلق، ولكننا نتكلم كذلك على أنه اليوم حل هذا العيد وما زالت للسنة السادسة على الثوالي وعاصمة الجمهورية اليمنية وعاصمة الوحدة مغتصبة ومحتلة من قبل الانقلاب الحوثي. هذه العقبات كلها تجعلنا أمام مراجعة حقيقية، وعندما نتكلم على مراجعة حقيقية، يعني البعض الآن يتصور أنه الوحدة ستكون مع الحوثي فهي غير مقبولة.
الوحدة كوحدة مبدأ سامي، ولكن لا يمكن أن تكون وحدة مع قوى انقلابية خارجة عن النظام وخارجة عن القانون، عن جهات تدعي أنها حكمها مطلق لا من الله. لا يمكن يتوحد أي جزء في اليمن، وليس محافظات بذاتها، أو لا يمكن أن يتوحد أي جزء في اليمن حر وأصيل ويمتلك إرادته أن يتوحد مع هذه الجماعة المغتصبة للبلد. اليوم مفهومنا للوحدة، نحن اليوم يجب أن نعيش مرحلة جديدة من التجربة. التطور في الفعل السياسي لا يعتبر تراجع. نحن بثوابتنا الوطنية، قواسمنا الوطنية تحت سقف الوحدة والجمهورية والمواطنة المتساوية، تمام؟ فلنبحث على شكل جديد يلم هذا الوطن ويلم هذا النظام، ونخرجه بطريقة تحقق تطلبات وتطلعات كل الجماهير، وتطلبات وتطلعات وتضحيات أخواننا وأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكذلك يلبي تطلعات أهلنا في المحافظات الشمالية. ما أريد أن أقوله اليوم، الوحدة لا تحصر على أخطاء قامت بها جهة أو مكون معين، الكل كان شريك في مراحل كثيرة، سواء في 90 إلى 94 أو من بعد 94 إلى 2010 وإلى ما بعد ذلك. نحن اليوم عندما نتكلم عن الوحدة نستنهض الدروس التي التمينا من حولها، ونستنهضها اليوم في معركتنا الحالية. لكن مفهوم الوحدة اليوم، وما زالت العاصمة صنعاء محتلة، ونحتفل اليوم في الذكرى 31 وللسنة السادسة على التوالي عاصمة الجمهورية محتلة، أعتقد أن هذا الشيء يجعلنا للأسف أنه لا أحد يستطيع اليوم احتفل بالوحدة، لا في صنعاء ولا في عدن ولا في مأرب ولا في نحن نتعامل حتى في الخارج، حتى في الخارج لا تحتفل السفارات بالوحدة بالشكل المطلوب. ونحن هنا نوجه رسالة إلى أولئك الذين يزيدون على إيمانهم بالوحدة، تمام؟ هم يمارسون اليوم تصرفات تضر بالوحدة ويتخلون عن الوحدة بطريقة غير مباشرة. لا يعتقد أن المواطن البسيط الذي يطالب ببعض الحقوق ولديه بعض التطلعات وعانى بعض المعاناة أنه هو من يحسب عليه أنه ضد الوحدة. من فرط وهو في رأس هرم الدولة كشخصيات اليوم في السفارات أو في الوزارات أو في المحافظات، تمام؟ نعتقد أنهم يمارسون دور سلبي تجاه الوحدة. الوحدة في الأخير رمزيتها وبقائها وإيماننا بها وكثير من شرفاء الشعب اليمني لا يختصر على احتفالية. يعني طيب دعني أسأل هنا الأستاذ محمد، يعني من يعني شككوا أو قللوا من أهمية هذا المنجز التاريخي؟ ماذا قدموا؟ ما هي البدائل التي يطرحونها؟ عملية هي الآن الأصلح موجودة مشاريع، الآن موجودت الآن مشاريع ناس يتبنوا أن الوحدة أو العودة ما قبل 90 تماما يعني، وتحت مسميات جديدة حتى يعني. طبعا هذا الكلام فيه مجازفة، يعني لا يعقل أنه بعد 31 سنة من الدخول في نظام جديد مختلط، ليس اشتراكي ولا رأسمالي ولا يعني، اختلطت فيه كل حتى النظام الإسلامي الاقتصادي، كل الأنظمة هذه انصهرت وأصبح للبلد نظام معين سياسي واقتصادي، وأصبح الناس يعرفوا ما معنى ديمقراطية، ما معنى حرية، ما تربوا على وضع جديد. هل يعقل أننا نتحدث عن ما قبل 90 وبعد هذا بعد هذه التجربة الطويلة العريضة؟ ما هو الذي حصل الآن في صنعاء هو جرنا إلى ما قبل 62 وليس ما قبل 90 في الأخير. الجميع يعرف أنه بالنسبة للحوثيين هي حركة تدار من الخارج، ليست معبرة عن اليمنيين أو حتى جزء من اليمنيين. وأيضا من يحمل الآن مشروع الانفصال في ما يسمى بالمجلس الانتقالي الآن في عدن أيضا يحمل أجندة خارجية تماما، وحتى ربما هم كما قلت أنا أسلفت ليس بعضهم مقتنع بما هو، إنما عملية موجة سياسية نتيجة لظرف معين يجرون فيها. لكن شعبيا الناس طبعا الناس ابتداء يعني في الأخير لا أحد يستطيع أن يقرر هذا إلا من خلال استفتاء شعبي بالضبط عام. هذا لا يمكن ضمن أطر معينة وقوانين معينة وإشراف يعني في فترة من الفترات، وأنت كنت تتحدث عن الشعارات التي كنت تهتفون بها في فترة المدرسة وفي فترة الطفولة، أذكر ذات مرة حديث للزعيم عبد الله صالح، كان هناك برنامج ديره اتصالت على الهواء، كان يحصل بعض المشادات في موضوع الوحدة، فالتقيت الزعيم في أحد الأيام فيقول لي نصا يعني، قال لي لا تخاف على الوحدة من الجنوبيين، الجنوبيين هم أكثر
حرصا وحدوية، هم وحدويين أكثر من الشمال هكذا بالنص، ويعني بلهجته البسيطة قال لي برد قلبك من هذا. هذا يعني اسمح لي بس، وهذه شهادة لله يعني. هذا منطلق نأكد منها إيمان الزعيم رحمة الله عليه بالوحدة وسعيه، فقد كان هو وإلى جانبه رفيقه علي سالم البيض الرئيس في حينها أو الأمين عام الحزب الاشتراكي من حققوا هذه الوحدة، واستطاع الأخ الرئيس وإلى جانبه ثلة من المناضلين وكثير من الذين آمنوا بهذا المبدأ من كل محافظات اليمن الحفاظ على الوحدة والوصول بها إلى ما حققته من إنجازات. وقد يكون هناك كثير من هذا، هناك تاريخ سيحكم على هذا هذه التجربة. ولا بد من التذكير بأنه هناك مراحل كان بدأ الأستاذ محمد يتحدث عنها، مراحل بدأت من قبل يعني شاركوا فيها كل رؤساء اليمن. بالضبط. أنا في بداية الكلام قلت توجت تطلعات الشعب اليمني في الوحدة في 22 مايو. أما الوحدة اليمنية هي ظلت في نفوس كل الأحرار وكل الشرفاء حتى في مراحل مبكرة جدا من مراحل الاستعمار ومن مراحل حكم الإمامة، كان كثير من الأحرار وكثير من الثوار يلتقون فيما بينهم البين ويعرفون أن الحياة المشتركة هي التي ستخلصهم من هذا الأنظمة الجاثمة على 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 نفوسهم. أنا أعود إلى ما ذكرته، لا يمكن اليوم أن نتحدث على 22 مايو دون أن نعرج على الدور التاريخي الذي حققه فخامة الأخ الرئيس الراحل الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، وأعتقد أنها كانت تجربة عروبية بالدرجة الأولى. نحن اليوم لم نعد نفاخر فقط في اليمن بهذه التجربة، نحن نفاخر ونعتبرها نواة حقيقية في حال ما أصلحت وفي حال ما ديرت بشكل أكبر ستنطلق إلى الوطن العربي وإلى الأمة العربية. بالنسبة لما نحن فيه اليوم وبعض التيارات، أنا أؤمن أنها مساحة أوسع للمشاركة في السلطة ومساحة أكبر للشراكة الحقيقية والمشاركة والمواطنة الصحيحة والسليمة والتوزيع العادل للثروة والسلطة. تمام، سنستطيع من خلاله أن نحتوي كثير من التطلعات الوطنية. هناك تطلعات ولدت منذ يمكن من 2007 بدأت، تمام، ولكن هذه كلها ممكن ما زال لدينا الأمل. تمام، إن المصير المشترك الذي نخوضه اليوم ويخوضه كثير من الشرفاء في جبهات الصمود اليوم سواء كانت في الضالع أو في الساحل أو في مأرب البطولة والعز من كل أبناء اليمن، هذا هو التأكيد الحقيقي، هذا هو العمود الحقيقي اللي تستند عليه الوحدة اليمنية، الهم المشترك اليوم. من خلال هذا الهم المشترك سنستطيع أن نخلق نظام جديد. لا يوجد الشعب اليمني يدرك أنه الممارسات المركزية التي عانى منها اليمن كلها، لا أحد يعتقد أنه جزء من اليمن فقط عانى من هذه الأشياء، كانت اليمن كلها تعاني من هذه الأشياء من أقصاها إلى أقصاها. هذه كلها يجب أن نخرج فيها بنظام جديد يلبي هذه التطلعات. أنا في مرة من المرات أسميتها الجمهورية الثالثة، يعني اعتبرنا الجمهورية الأولى هي جمهورية ما بعد ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وكانت جمهورية ذات نظام حكم واحد، حماس الثوري بالضبط ونظام حكم واحد. الجمهورية الثانية كانت ما بعد 22 مايو، تعددية سياسية وقبول بالآخر ومشاركة، وبدأت لأول مرة في اليمن ولو لفترات قصيرة جدا، بدأت عملية ديمقراطية يتشارك في برنامج سياسي لأول مرة مختلفة. يعني بدأوا الناس يتقبلوا ببعضهم البعض برغم أنه من الخسائر اللي كانت تقع، يعني الصراعات كانت تحصل بسبب الحريات لكن دائما كان يقول ليس أسوأ من الديمقراطية إلا عدم وجودها. أستاذ عبد الولي، بس النقطة أنه الجمهورية الثالثة هي ما سنصنعه الآن. الشكل والنظام الجديد، ملامحها تتبلور من خلال جلوس اليمنيين أولا على طاولة حوار واحدة، أعطاء مساحة حقيقية وتمثيل عادل لكل القوى السياسية الحية على الأرض، التوزيع العادل للسلطة. وأنا على فكرة الكثير يعتقد أنه توزيع فقط الثروة، لا، هناك توزيع عادل للسلطة يجب أن يحصل عليه ابن تهامة ويجب يحصل عليه ابن ريمة وابن حضرموت. دعني أتساءل هنا مع الأستاذ محمد، يعني ألا تعتقد أنه هذه الملامح التي يبشر بها الأستاذ وضح أنها يعني قد تنتج الأخطاء التي عانينا منها من قبل، هي التقاسمات على أساس الجغرافيا أو على أساس يعني على أساس تصنيفات معينة المحاصصة. نعم.
المحاصصة السياسية أو الجغرافية أو إلى آخر ذلك. ألا تعتقد أن هذا تشوه في جسم الدولة؟ لماذا لا يكون وفقا للمعايير الكفاءة والإنجاز والعمل وإلى آخر ذلك؟ هو لو تم اختيار الكفاءات مبكرا واختيار هذه القاعدة الكفاءات هي اللي هو دائما في, في, في كل نظام الأكفأ وليس عملية المحاصصة السياسية أو المناطقية وغير ذلك. إذا وجد البحث عن الكفاءات أينما كانت من أي جهة كانت, من يقود البلاد ومن لديه البرنامج الذي ممكن ينقذنا وينتشل البلد من أوضاع معينة ويصل بها ببرنامج واضح وأمام الآخرين وأمام الناس وكذا, هو هذا من يعني سنصل إلى ما نصب إليه. لكن هي مشكلة إنها أخطاء متراكمة وما زلنا ندور فيها. صحيح أنا الآن الأستاذ الضاح قال الجمهورية الثالثة, هي الجمهورية الثالثة فعلا ما هي مشروع اليمن الاتحادي والدولة الاتحادية, هي الآن هي صمام الأمان للوحدة وصمام الأمان لبقاء البلد موحدا. لا ننظر إلى أنه ممكن تجزئة كما تفضلت, أنه ممكن عودا على بدء, لا بالعكس. يعني اليمن الاتحادي ومشروع بأقاليمه الستة ومعظم الناس شاركوا فيه وأجمعوا عليه, صح حصلت خلافات فيما بعد على الكيفية والشكل والمضمون, لكن لو تمت هذا ربما ولو تم التنفيذ فعليا ربما لما حصل انقلاب الميليشيات الحوثية ولا ما حصلت التداعيات فيما بعد. لكن ما زال ما لا يمكن إدراكه في ما حصل من السابق. عمليا الناس كلها فعلا وجود الآن مؤتمر حوار مثلا أو عودة إلى طاولة حوار تجمع أعتقد أنه هذا نصف الحل بالضبط. يعني الجلوس على الطاولة طاولة الحوار من هذا جديد نصف الحل. لأن أنا قد أختلف معكم, نصف الحل أو كل الحل يبدأ بإنهاء الإنقلاب اللي حصل حاليا. هذا بالنسبة لي يعني أنا إنهاءه كإنقلاب, أنا لا أتكلم على كإنقلاب سيطر على مؤسسات الدولة وفيما بعد سيتمكن طيب اليمنيين. نستقبل الحديث فقط أرحب بضيفي عبر الهاتف من عام ساعد لحزب جبهة التحرير عبد الناصر العوذري. أهلا وسهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بك أخي الفاضل وأرحب بك وبضيوفك الكرام وكل سنة وأنت. أهلا بك. وأتساءل معك عن تأثيرات وظلال الوحدة إلى أين وصلت, ويعني هل يمكن تجاوزها؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر والتمكين للأبطال في ساحات الوقع. اليوم تمر علينا الذكرى 31 يوم تحقيق الوحدة اليمنية, ولا شك أخي الفاضل أن هذا المنجز العظيم كان هدفا استراتيجيا للشعب اليمني, وهو أيضا ثمرة كفاح ونضالات الشعب اليمني منذ منتصف الخمسينات ومنذ بدء الحركة السياسية سواء في الجنوب أو في الشمال. وبالتالي كان 22 من مايو هو تسمة لكل هذه النضالات التي خاضها شعبنا من أجل الوصول إلى الوحدة اليمنية. لكن دعني أتكلم بنوع من الشفافية. الوحدة اليمنية مع أنها مطمع ومع أنها مكتب تاريخي, لا شك أن هناك العديد من الإخفاقات والإرهاصات التي اعترت سير مسيرة الوحدة اليمنية المباركة. طبعا أنا سمعت حديث ضيوفك الكرام خصوصا الأخ محمد بالفخر كأنه يرمي في اللائمة على الحزب الاشتراكي اليمني في النكوص والعودة القهقرة إلى الخلف, عندما يعني ذكر أن البترول ظهر في جزء من الوطن تحديدا وكأن هذا الأمر يعني ما حدا بالاشتراكي بالعودة. أنا أختلف مع هذا التوجه يعني اختلافا كليا. هناك يعني نوع من الممارسات الخاطئة التي حصلت في بداية تكوين الوحدة والتي أوصلت القوى السياسية القائمة على الوحدة إلى احتقان سياسي وإلى إرهاصات وإخفاقات
أوصلت الأمر إلى التصادم فيما بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام. ربما أن هذه الإخفاقات بالمناسبة الصدام لم يكن بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، كان بين من ومن إذا لم يكن بين المؤتمر يعني الشعبي العام والحزب الاشتراكي؟ اقرأ في التاريخ. لكن عموما لسنا يعني حصل ما حصل وتم تجاوزه، لكن أنت ربما يعني قد تعرف فيما بعد من هم الأطراف الذين تصارعوا في البداية. عموما نتحدث عن يعني ظلال الوحدة إلى أين وصلت؟ كم من الأخطاء اليوم افترض نحن تجاوزناها، لأنه الأخطر منها إذا لم نتجاوز هناك خطر أكبر، هناك خطر داهم، لا يوجد بديل أفضل للوحدة. إذا كان من بديل أفضل سنكون معه، لكن هل تستطيع أن تقول اليوم أن هناك دولة أفضل من دولة الوحدة؟ يعني الناس يبحثوا عن أنه كيف نعيد تكوين العالم العربي، الوطن العربي، و يعني إيجاد قواسم مشتركة وحرية حركة وحرية تنقل داخل أرجاء الوطن العربي، ونحن نتمسك بالحديث عن الأخطاء. ماذا عن ظلال الوحدة وتأثيراتها، إلى أين امتدت؟ يا عزيزي، لا شك أن اليوم نحن بحاجة إلى صياغة عقد جديد للوحدة اليمنية. هذا العقد وهذه الظلال انبثقت من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي استظل تحت مظلته العديد بل ربما كامل القوى السياسية، وخرج المجتمعون والمؤتمرون في ذلك المؤتمر بتوافقات وبوثيقة حوار وبصياغة لعقد جديد لإعادة ترميم ما أفسد الدهر من عقد الوحدة السابق الذي تم في عام 90. وبالتالي اليوم نحن يعني نرى أن هناك قوى أيضا لم يعني تكون على وفاق مع ما خرج به اليمنيون ومع ما اتفق به اليمنيون في مؤتمر الحوار، وحاولت هذه القوى وعد وثيقة الحوار وإفشال كل ما توافق عليها اليمنيون. لا شك يا عزيزي أن الفيدرالية اليوم هي مطمع لكل القوى السياسية. اليوم اليمن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحتكم لحزب واحد أو لأسرة واحدة أو لسلالة واحدة أو لفكر أو أيديولوجية بعينها. اليوم لا بد أن يكون هناك تقسيم للثروة وللسلطة، ولا بد من التكامل مع كافة القوى السياسية، ولا بد من رسم استراتيجية حقيقية يتكامل فيها اليمنيون في صياغة جديدة لبناء وحدة ومداميك وحدة حقيقية ترعب الصدع وتكون وحدة قلوب ووحدة أرواح لا وحدة جغرافيا. نحن في عام 90 ربما أنها توحدت الجغرافيا، الوحدة اليمنية كانت لا، الجغرافيا هي موحدة، هي السياسة هي وحدة النظام السياسي. كان هناك نظامين سياسيين مختلفين في الشمال وفي الجنوب فقط يعني. نعم. أما بالنسبة للشعب لا تستطيع أن تفرق فيما بينهم، يعني كل الصفات المشتركة، القواسم المشتركة هي موجودة في بين اليمنيين بما لا يتكرر في أي مكان في العالم يعني. يعني لا. ولذلك كان الشعب اليمني حتى المناخ عزيز. حتى المناخ يعني تجد إنه في أبيان مثل البيضاء، في عدن مثل تعز، يعني لا تستطيع إنه تفرق في هذه الأمور نهائيا يعني. نعم. لا شك عزيزي أنه اليمن كان موحدا من قبل عام 90، وكان الشعب اليمني متوحدا بكل تياراته وبكل فئاته وبكل جزئياته. كانت هناك وحدة متكاملة، وكانت هناك يعني ربما التشطير الجغرافي الذي والسياسي الذي كان موجودا في كان هناك قطيعة السياسي. كان هناك ما فيش حرية حركة، وزي ما يقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، هذا ما كان يحصل فقط. يا أستاذ عبد الناصر أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. عبد الناصر العودري نعم مساعد لحزب جبهة التحرير كنت معي عبر الهاتف. عود لك وضح، كنا عند وضح عند الأستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد، و
سامحنا على المقاطعة، ربما البعض يعني عنده إشكالية في توصيف أحيانا بعض الأخطاء. الأخطاء حصلت، ولكن كانت ربما بسبب أنه الناس اعتادوا مثلا على نظام معين، على هناك نظام رأسمالي، هناك نظام اشتراكي، هناك أيضا الناس لديهم قواعد في الحياة ربما لم يأتلفوا عليها بسرعة، أخذوا وقت، لكن الآن تجاوزوا هذا الموضوع. بس توضيحا ما قاله الأستاذ عبد الناصر، لم نجتري على الحزب الاشتراكي طبعا، هذه أشياء حقائق تاريخية ذكرناها. حصلت الوحدة في 94 هناك في حوى محاولة انفصال معلنة، صحيح. هذا والآن من يتبنى المشروع، مشروع المجلس الانتقالي كدولة أخرى أيضا فئة معينة أيضا امتدادا لهذه القيادات التي كانت أعلنت في 94، هذه كقضايا تاريخ نتحدث عنها. صحيح. هذا لا ولم يعني تكون شمال وجنوب، بل كان 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 معروف الموضوع واضح، انفصال ووحدة وإلى آخر ذلك، وحصل ما حصل. ومن القيادات القيادات الجنوبية كانت موجودة في المعركة، وأيضا كانت هناك قيادات شمالية تؤيد هذا المشروع من صحيح. شخصيات معينة واصطفت في صف هذا المشروع. صحيح. وحتى اللحظة أيضا هناك في تقاطع أجندات بين هذا وتلك يعني. بالضبط. هذا ما يمكن، هذا يمكن أفضل وصف قدمته في للموضوع، تقاطع أجندات. بالضبط، هذا هو لأسباب معينة، واحد اثنين ثلاثة في هذا الأمر. وبالتالي عندما نوصف الأمور بتوصيفها، لا ليس معنى ذلك أن نحن نحمل فئة أو نستهدف فئة بذاتها. ربما العيب ليس في الأخطاء، في الأخطاء، ولكن في تكرارها. في هذه قضية، والأخطاء حصلت من هنا ومن هناك. حتى نفسه قبل ما كان هناك في قبل موضوع الحراك في 2007، كان هناك في تيار داخل الحزب الاشتراكي بقيادة الدكتور عبد الرحمن الوالي وحسن باعوم، ويطالب بتصحيح مسار الوحدة. صحيح. في ومسدوس، الدكتور محمد حيدر مسدوس هو صاحب التيار محمد حيدر مسدوس. وبالتالي لو استجيب لهم في ذلك الوقت، كانت وقتها يعني صراحة كنا نقرأها وكأنها شيء يعني كأنه مساس بالوحدة أو محاولة لشكل. لو نظر كثير من الأمور، لو تم النظر إليها في حينها بأشياء، كان ممكن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه فيما بعد. هذا بشكل عام. أما كما تفضلنا عملية واحد، يعني الناس يا أخي، أنا أعود إلى ثورة 48. يعني عندما علي أحمد باكثير رحمة الله عليه، عندما كان وكان في مصر هنا يعني، والأديب المعروف وهو من أبناء حضرموت، عندما قامت هذه قصيدة طويلة، ملك يموت وأمة تحيا، يعني عملها في تلك الفترة بعد القضاء على رأس النظام الكهنوتي في ذلك الوقت، الإمام يحيى. ماذا يعني ذلك؟ يعني في 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 في, في أمة واحدة يعني بهذا الشكل، من حضرموت إلى داخل صنعاء. وضح لمن عندهم شجاعة في التعبير عن مواقف، ولو حتى بالندم، معذرة يعني. لكن كما استكمالا لهذا موضوع الجمهورية الثالثة، نحن الآن كما تفضل الأستاذ عبد الناصر والأستاذ وضح، عملية مؤتمر الحوار الوطني، خرجنا الجميع، خرج معظم القوى الوطنية، الجميع شارك في مشروع جديد وهو اليمن الاتحادي، كما قلنا صمام أمان. هذا الصمام الأمان أيضا وجد تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. هذا قام بهذا الجهد الكبير في 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 إخراج البلد من كثير من الأزمات التي كانت موجودة. يعني هذه وجهة نظر. نعم، وجهة نظر يعني. لابد أن نقول، لم نخرج لأنه بدأت المشاكل والتصفيات السياسية خلال فترة انعقاد المؤتمر. بس لكن من أصحاب أيضا خرجنا من أصحاب مشاريع أخرى. لكن أيضا خرجنا من لكن أيضا هذا خرجنا من هذا المؤتمر بعد 10 أشهر وثم تمديده شهرين، وخرجنا والذين دخلوا وهم في إطار تحت سقف الوحدة خرجوا وهم طالبوا بالانفصال. هذا كانت هذه مؤشرات أخرى. لم يكن هناك أيضا محاولة لاستيعاب كل الطرح. طيب أستاذ وضح، اليمنيين عندهم شجاعة في التعبير عن مواقفهم ولو بالندم، يعني من شاركوا، كثير من شاركوا في 2011 في الساحات أعلنوا ندمهم وتراجعوا واعتبروا أنه أخطأ، لأنه في الأخير ثورة أنتجت مشروع الحوثي. هناك أيضا من هاجموا الوحدة أو في وقت معين بعد 94، اليوم يعني يندمون كثيرا. هناك من أيضا
من كانوا ضد الزعيم علي عبد الله صالح يتباكون عليه، حتى من من كانوا في صف الحوثيين، لأنهم رأوا أنه الفساد الآن طم وعم وأصبح بلا حدود. يعني ألا تعتقد أنه هذه الميزة يعني قد تساعد في ما تطرحه أنت وتبشر به، من أنه يعني تكون العين مفتوحة على الأمل وعلى المستقبل المشرق القائم على التسامح وعلى المحبة وعلى السلام؟ نعم، قوة هذا الشعب للأمانة تمكنه دائما أن ينتقل إلى السلام والمحبة. والشعب اليمني بطبعه شعب متحرر. نحن الآن عندما تطرح هذا دليل على عدم صنمية الإنسان اليمني. الإنسان اليمني متجدد. الإنسان اليمني عندما يراجع كل مراحل التاريخ الذي مر فيها فهي جزء كبير من الشجاعة الأدبية اللي يمتلكها في تكوينه، وحرية إبداء أهل الرأي هذه حاضرة في وجدان الإنسان اليمني، وإن كانت تتفاوت من مرحلة إلى مرحلة بسبب الجهل والوعي وثارات بسبب النظام القمعي الذي يمارس. لكن الإنسان اليمني بطبيعته بفطرته هو إنسان قادر على نقد ذاته، وقادر على أن يخلق دائما مراحل جديدة في حياته ويعبر عنها. والدليل على هذا كثير من الثورات اللي حصلت ابتداء من 48 أو ثورات أكتوبر أو ما قامت به الجبهة القومية أو جبهة التحرير وضباط الأحرار وكل في مراحل عديدة قبل الوصول إلى الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر. أنا حقيقة هنا أحب أن أقول أن الحوار اليمني هو مطلب وهو غاية، تمام، لكن في ذات الوقت لا يمكن أن نكرر الأخطاء ولا يمكن أن نجسد الأخطاء التي حصلت في أي مرحلة. ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الحوار، وأنا أركز هنا على ما تم الاتفاق عليه من قبل القوى السياسية المشاركة، هو من أعظم الوثائق التي ساغها الشعب اليمني ويجب الحفاظ عليها. ولكن اليوم هناك لدينا واقع جديد نعيشه، يجب أن نقرأه بموضوعية كاملة. اليوم لدينا واقع مختلف في 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 الأرض وفي القوى السياسية، سواء كتحالفات أو كقوى ناشئة بسبب الانقلاب على المؤسسات اللي حصل، نشأت قوى جديدة. لكن أنا أؤكد أن اليوم الكلام عن الوحدة اليمنية لا ينتقصه التفكير بالمشروع والنظام السياسي القادم. التفكير والحديث عن المشروع السياسي القادم هو انتصار للوحدة اليمنية، هو انتصار للفكر المتطور في الوحدة. الوحدة مبدأ سامي. الاجتهادات التي تحصل هي اجتهادات لتطوير هذا النظام بالوصول به إلى أفضل إلى أفضل ما يمكن وأكثر ما يتطلع إليه هذا الشعب. طيب التجربة التي خذناها أستاذ محمد يعني في خلال سنوات الوحدة هي تجربة عظيمة، تجربة كبيرة جدا، يعني فيها من الديمقراطية وفيها يعني من حرية الرأي من حرية الصحافة. كم خذنا معارك في القضاء وفي الكذا من أجل أن نثبت هذه الحريات ونرسخها وكذا. هل يمكن الاستهتار بهذا الإرث الكبير من الحياة المدنية؟ لا، هذا حقيقة تجربة فريدة، وربما في عالمنا العربي على وجه التحديد يشار لها بالبنان يعني. صح. وكان ينظر إليها بمنظار في غاية الروح من كثير في المفكرين العرب والسياسيين العرب الموجودين، إن تجربة وصل يعني فيها مرحلة من المراحل أفضل من غيرنا. لكن هي فيما بعد يعني حصلت أخطاء كثيرة ربما هي أودت بهذا التجربة يعني نجاح. لكن هل لا يمكن نختزل التجربة أو نختزل مثلا الوحدة في أشخاص أو في أحزاب أو في ممارسات أو في اليوم مثلا البعض يقول لك إنه وحدة وفيها الحوثي، ما هي وحدة، ما نقبلها. وجهة نظر. نعم. هي وجهة نظر مقبولة من البعض في على اعتبار أنه هذه الجهة أو هذه الجماعة هي لا تقبل أساساً بالديمقراطية ولا تقبل بالتعددية، هي تقول أن الحكم هذا حق إلهي. فهي هي وجهات النظر تطرح يعني متى نتخلص من التعميم؟ لا، التعميم مرفوض شكلاً ومضموناً. يعني عندما نختصر في كل شيء لا نختصر أخطاء الوحدة في فلان من حصلت من الأخطاء كلهم قد أفضوا إلى 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 إلى, إلى عالم آخر إلى 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 لا 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 مش كلهم لا مش كلهم نتكلم نتحدث يعني حتى لا نتحدث لا نحمل يعني الأخطاء أكثر مما محتمل. هي حصلت أخطاء وجسيمة لكن من أسهموا في تحقيق هذا المنجز
يظل يشار لهم كما يشاركوا في بدر يعني يشار لهم يشار لهم بالبنان. يعني أيما إنسان شارك في أي إنجاز للوطن لازم يذكر بخير يعني في أي منجز. لكن أيضا من أخطأ أيضا أن يعني يشار أنك أخطأ من ارتكب لا خطأ بس لا, 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 بس لا بس ولا يحمل أحد جريرته ولا أحد يحمل جريرته. أنا, 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 أنا هنا بس هناك نقطتين. نحن عندما نتكلم على الوحدة في وجود الحوثي نحن لا نتكلم على الحوثي المواطن اليمني. نحن نتكلم على النظام المشرف وعلى النظام الملالي. نحن نتكلم على خرق المؤسسات. نحن نتكلم على الانقلاب اللي حصل. لا نتكلم عنه كمواطن يمني. الحوثي كمواطن يمني ستتمعه الوحدة كما كانت الوحدة حاصلة من سابق. ويحاسب في كل قانون اليمني. أنا أتكلم على النظام الحاكم المسمى بالحوثي لأن هذا تسميته إلى اليوم عندنا. لا تسمية أخرى لنا لديه. نحن لما نقول هو الانقلاب الذي حاصل لا يمكن. مش يا أخي العزيز لا يمكن تتوحد اليوم الحوبان مع الحجرية. يعني الحوبان بينهم فاصل شارع واحد مش قادرين يتوحدوا لأن هناك حوثي وهناك قوى أخرى. صحيح. تمام. قبل أن نتحدث اليوم عن الوحدة التي نطمح لها يجب أن نتحدث عن الواقع الذي نعيشه. نتحدث عن الطربال بالضبط. يعني الواقع الذي نعيشه في نقطة تطرقت لها. أنا حقيقة هنا أعبر أنه لقد دخلوا من أوسع أبواب التاريخ من حققوا الوحدة اليمنية. وفي مقدمتهم فخامة الأخ الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح رحمة الله عليه كان فارسا في هذا الموقف وسيخلد التاريخ. الأخطاء والممارسات هناك تاريخ سيفضى إليها وسيحكم سلبياتها وإيجابياتها. وفي ذات الوقت لا ننسى الدور الرائد الذي قدمه الأخ علي سالم البيض في 22 من مايو. ولولا كل القوى السياسية الحاضرة بقوة والحاضرة في التاريخ اليمني منذ ثورة 48 إلى 62 إلى 63 في أكتوبر لما تحققت الوحدة اليمنية. لكن هناك من كانوا رمزية لهذا الحدث. هناك من طيب. أعلن هذا الحدث بوجودهم. هل يمكن أن نقول أستاذ محمد أنه ليس أسوأ من الوحدة إلا عدم وجودها؟ طبعاً يعني عدم وجود الوحدة هذا هو السوء بذاته. يعني معناه عدنا إلى مربعات التخلف، مربعات الصراع داخل الجزء ذاته. يعني في ربما يعني أنا أعطيك على سبيل المثال حضرموت على وجه التحديد. يعني لم تكن في يوم من الأيام ضمن محميات الجنوب العربي اللي كانت موجودة في أيام بريطانيا ولها ثقافتها بذاتها. يعني لكن كبرت حضرموت باليمن وهي كبيرة أصلاً ثم صارت كبيرة. وبالتالي حتى كثير من السياسيين في ذلك اليوم يقول نحن توحدنا مع حضرموت. يعني وحضرموت بتاريخها وبجزئيتها الآن أن نعود مرة ثانية. يعني هي كبرت باليمن الكبير لكن أن نجزئ حضرموت ونعيدها إلى مربع آخر وتصبح محافظة ضمن جزء صغير لن يقبل أهل حضرموت بهذا. أكبر أكبر من 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 من, من هذا التالي. وبالتالي نحن نكبر باليمن، نكبر بالعروبة، نكبر بأمتنا الإسلامية كلها. نتحدث لا نتجزأ. وبالتالي حتى كما نتحدث عن مأرب بالضبط لا يذكر اليمن إلا بهذه الحضارات العظيمة. يعني. هذا الكلام. يعني هذا التاريخ وهذا الجزء الكل مترابط مع بعضه. لكن إن سعى أناس للتجزئة فالتجزئة هذه لا تؤدي إلا إلى المهالك. لن يترك البلد المهالك ولن يترك لمن يحمل هذا المهالك. أنا أستغل حقيقة هذا السؤال وندور فيه الزوايا. يعني على الرغم من كثيرين من يستطيعون أن يقدموا انتقادات للممارسات وهذا شيء طبيعي في الممارسة، ولكن عندما نقرأ التاريخ سنقرأ أن اليمن أكثر فترة استقرت فيها هي من 90 إلى 2015. كانت أكثر مراحل الاستقرار في حال ما قرأنا قراءة سياسية للواقع الذي كان يعيشه الشطرين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ستجد أن كان هناك صراع سياسي. لا لا لم تستقر أي دولة أكثر من 5 سنوات بينما في الوحدة كان هناك استقرار. اليوم نحن لما نتحدث عن الوحدة أنا أذكر ليس كمطلب شخصي أفعل مقاطعة أذكر في هذه الجزئية أنه كل محافظة أو كل منطقة أيضا كما تفضلت انه 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 لها ثقافتها. يعني مثلا حضرموت انا اذكر في مره وانا في حضرموت الناس منسجمين ومندمجين مع الدوله بشكل يعني اقول لك مبالغ فيه. يعني لدرجه انه عندما اذا شافوا عسكري في الشارع يقولوا ايش فيه
إذا شافوا طقم يمشي هذه مصيبة. نعم. في شيء كبير، في شيء كبير. مش متعودين على المظاهر المسلحة، ناس ملتزمين منسجمين مع الدولة متجاوبين، الأمن والاستقرار مستتب. هل يعقل اليوم إنه نستبدل حضرموت تلك الثقافة وذلك القلق الذي ظهرت به في 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 سنوات الوحدة بما يجري من صراعات، ما يجري اليوم من اقتتال، نسمع عن حالات قتل، نسمع عن اعتداءات، نسمع عن اطلاق نار، نسمع عن هذه مسألة مهمة يفترض ان تؤخذ بعين الاعتبار عندما نصنف تأثير وضلال الوحدة. نعم. انا حقيقة اكد لك ان الوحدة ما قدمته هو الحامي لها. لا يمكن اليوم ان تختزل. اليمن كبرت بالوحدة، وكبرت كثير من المحافظات والمناطق سواء كانت مأرب أو حضرموت أو شبوة أو غيرها، كبرت بالوحدة وبالاستقرار الذي حققته الوحدة اليمنية. لا يمكن اليوم أن تعود عقارب الساعة والعجلة إلى الوراء وترجع هذه المناطق لتكون أكثر تقزيما يعني. فخلينا بس يعني أوصل معك ومع الأستاذ محمد إلى قاعدة. كيف سيقرأ التاريخ اليمني؟ سيقرأ التاريخ اليمني منذ الثاني 1962 إلى عام 90 في الشطرين، وما هي الصراعات الدموية اللي مر فيها الشطرين، وأؤكد الشطرين مرت فيها وبالتساوي، تمام؟ دون أن وكيف كان حال اليمن منذ 90 خلينا نقول إلى 2015. فهنا الوحدة هي غاية. المواطن البسيط لا تهمه المسميات، المواطن البسيط لطالما كان يبحث عن الاستقرار، المواطن البسيط كان يبحث عن التنمية، عن البنية التحتية، عن الخدمات. هذه الخدمات اليوم التي هي غايبة هي جعلت الناس أكثر إيمانا بالوحدة، لأنها غابت أمام المشاريع الصغيرة والضيقة اللي يختزلها البعض بولاية الفقيه أو بالولايات المناطقية أو بالإيمان المناطقي. أدركنا الوقت، لا يسعني في الختام لا أن أشكركما ضيفي العزيزين الأستاذ محمد بن فخر الكاتب والمحلل السياسي، وشكر لك أيضا وضاح بن بريك عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، كنتما ضيفا عزيزا في هذا اللقاء. شكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في حلقات قادمة، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.